الموضوع عم زوارو يثما ذي يسمى غيرين ثم ديثا الموضوع عم زوارو هذا يسم كوما صا ديريكت من زين غذي يوين التصن وقت نمش دوم دني غرخو قناس عريف جا رباراني ذي الخوانا إريفيين عريف جار رباراني ذي الخائن عارفين الموضوع هو طبيعة الحالة ذي يريد القرآن ذا زيرا ذي سطاس التفاصيل قننت غا إجن القرب يتقيث المخزن الاستعمار مغربي غوني كارويا لديش الموضوع حساس وخطير جدا يتعلق الأمر ما يسمى بالغازات السامة نيخ أرهج إزي وكتا وسبانيو فرنسا ذا المغرب إريفيا تبعتنا الريف وقالف 1923 أرارف 1926 نقاضي الموضوع عوام زي الزمان زي ربدا تمواثنا الريف تمن غنخاس ومزيو تمن غنخاس رباراني ذي وذان ميدن مغا باش ذي يشع أجر النس أذي نهب ثروات النس أرمي يوض ثخنا ذي النهب تمواثنا الريف تذور ذي جنحالة طبيعية وطبيعية جدا جدا مران السيور فقط خمية إسقوسة إنقورة برمان عقب غر الروماد البيزنطيين وزيد 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 السيور فقط خمية إسقوسة إنقورة ممش السن للبداية القرن العشرين التذف اسبانيا غث مواثنا الريف وبالضبط غا قبيلة قلعية وتوغذ القرن 16-17-15 توغذ استعماع سبتال مريتش ونكتا ليجن الموضوع المغنية طبيعة الحال ومدغذ في اسبانيا اتستعمع الريف بالدوت وزيد قبيتش قرعيين بحكم رداس النسي غاسي مريتش هذي كاغي جوريفين قناس الأمير محمد أمزيا ميس النضوع نيخ ميس قبيلة قلعية باش أضي عظم إجو من غير إجل استعمار إسبانيو جاء 1909 دوار 1912 نعظم إجل القوس ده ضروري يمكن سابق لأوانيه ولكن ومن بعد أتفهم مما يمي غازم أخ القوس ده نتا ذي سردد غنق الموضوع ونيتا محمد مزيان يروح يقعد غفاس باش ذي مساقع يقول نومي قان السلطان علوي يساساز ذي القضية نعريف ذي الاستعمار يغادي قوان يدي قوان غي عريف من طرف اسبانيو ويطالب الزيس المساعدة باش أثي عون ولكن وذي عونشا ويتلقي رديج الجواب ثاني تامهم النقطة يتصطص أن محمد مزيان يقاعد غفاس باش أثي مساقعك السلطان علوي على أساس أثي عون غا الهجوم ديت قسبانيو خا عريف ولكن السلطان علوي وذا سيكشي ورديج الجواب إي محمد أمزيان ذاني تا عقرض خوارا مليح لأن نقعد باش تفهمم ما يميد قاخا وارا رخو غوم زوارو بالضبط ذاني تا أنبلع القوس إذن جاء 1909 و 1912 إريفيين أضاز مني من غاند ومشون باش إيغو سبانيو سادو يوفوس الأمير محمد أمزيان
1921 26 ربما المرحلة الوحيدة إن زمارنيني أعرف تغاد كفوسي ريفيين على الواجب هو يعرف إكمر ولكن الجزء أمقران تحت المسؤولية السلطان محمد بن عبد الكريم الخطابي. 1926 أدي عقب أسبانيو باش هذه استعمار الريف وانيو ميثوضا الجمهورية الريفية زي 1926 إلى غاية 1956 30 إسبوسان تداري سدو وحواس نخ الاستعمار أسبانيو ذانيتا وميت فاسبانيو الريف زي 26 56 ويتوغا ذيني ذي الريف نخ ويخفي الطف الريف واش خي علويا واش خي مغربيا واش خي جزائريا واش خي فرنسيسا واش خي اسبونيا واش خشان الجنس النغني وخطي الطفلانيتا يطفيد خيريفيا لان النيغا ومرخو جا 26 56 تغادين ما يسمى ذي الوقت ومي تغادى مع الاسف مننخاس سمى يعدون تغادين الجمهورية الريفية اذا اسبانيو وميد غياس أذي من عارف أوان 1926 إلى غاية 1956 ذا يغيرين سما ذي جن منعطف خطير ذي التاريخ ذي المصير نعرف ذي ريفيا ما يميقى خوارا ومي غيفغ اسبانيو ذي 56 ويعريش يعرف ريفيا واسنتي وكشيشا غاسيني ريفيين قوشا غاوم دي 26 اقاوم رخوذ كني ويغاي تفن تمواثن وام اديار عبد كريمي تو غاي تجان دار رايس ومي تفن عريف اقاثت من ضاضي ميسرا لا ويوقع شمانا يميني وقعا اسبانيا اتق اتفاقات سرية اكس سلطان اعلوي محمد الخامس ومي غاي فغو اسبانيو مباشرة اديادف الاستعمار النغني قناص الاستعمار المغربي الاغلبيه الساحقه ريفيا مع الاسف ونغزع شاد مثلا غ 70 80 100 الف ريفيا يقفل لايفات الفيسبوك فوندي المسيره السن المنايا ولكن الاغلبيه الساحقه ريفيا خمي كيسن تسوارد قاضه سودي ومي يكشا نيخ ومي ديود في اسبانيو يتفاريف ويتو غايز ديال الريف ويتو غايز السكوان الريف ويتو غايحكم من خارج ويسين شي لا دير فيا ومي غايفغو اسبانيو يدور اتفاق المغرب ذاني تام مش نخرخو المنعطف الخطير ذي التاريخ نعرف وزكوار 1956 ما يسمى بالاستقلال الشكلي افكشا فرنسا اسبانيا الاستعمار المغربي ذا الريف الى حدود اليوم يتعيش تحت وطأة الاحتلال المغربي ابن المدياز وشويتوا أضيغ عشي حجوة كل شك دي الكتب كل شي يورا كل شي مسجل التاريخ أقاث يورا رغم المحاولات من التزوير نهج العصابة للاستعمار المغربي إذن باختصار شديد اسبانيا في سيار ريف زغريفيين تبع في سيار ريف زغريفيين ومخا ثار الريف ثار استي مغربية وذي جن مشكل خطير وذي جن مشكل خطير الريف استعماري في اسبانيو مران زماني نزقر في 1906 مران 6 سنين الجمهورية ولكن ومي غيفغو اسبانيو يدور الريف ذا مغربي ما مشى سيكا ما مشى قال الريف يدور تمواث ميدن يدور كفوس ميدن ولي جو سقسي خصها تنطرح اسقسي هو كيف صار كيف صارت بلاد الريف بلادا مغربيه ما مشى سيكا واش زوج جنيدي هو منايا محار وقبري 1906 مثلا ما ديال في اسبانيو تو غيعرف قنسي وردي مجموعه الحلقات
الموضوع النين يخل حلقة النين تقبار ثيريفيين مهم من الطاس ما يمي ما ردع قبم غل حلقة النين وذي انتي فم بو المغرب ذي عريف وذي انتي فم بو اسبانيو وذي انتي فم حتى فم ذيني ايريفيين ما تغس قوانا عريف مليح نيخذي بوهريين نيختمن غان نيختتنا يويا نيخايث واي غرت من غاني قيب قويني بقويني تنساماني قرعين من غاني قيت سعيد واني تدج الموضوع النغني ولكن أعرف ذي المرحلة اني سمى نهاية القرن 19 تغذ بفوسي ريفيين إذا ما مشي قا أرمي ذورا الريفة و ذو بفوسي علوي أمجز تنسى مين يوقع وستيوكشيني المغرب وستيوكشيني خسان سقسان الشين أنطرح التساؤل واخي خفنق قبل ما تنطرح إسبانيا من زي اسبانيا نختي دكي جوما وهذا زد عاودك تتحمل كامل المسؤوليه ذي مره مين توقيع عند مين يوقع عند مين غير يوقع عند غريفيين اسبانيا تتحمل فيها كامل المسؤوليه ما عليك وتجيبو اسبانيا يرينها راه واخي توقيع شامين داخي توقيع سفوس الاستعمار مغرب إيري غا ختم موات النخ إيري نس كواريت إيري وقت تنبور بحورات إيري ونزجع شاذي القماضة لي كبر العالم يكبر نزجع إيري مانايا وي توقيع شاه والدليل وحوا ورا أنه قبر ما دياسو سبانيو قبر ما خيوكش المغرب تو غيري فيين تعيش نديت موات نسن تتن ديت موات نسن تزون ديت موات نسن مجان زيت موات نسن تو غيار ريفي ريفيين شي نسوين وخوا غاسن الطس ولكن غاسن مشاد الامكانيات المتاحه تو غاسن ديت مواتنا الريف ولكن لمجرد انه اسبانيا الثور يزد الاستعمار مغربي غيار ريف اذ ورا الريفي كوا مليون سنه غدفا يتعكى بغدفا غدفا كل يوم كل سكواز يتعكى بغدفا وانه باش تسنميش الحاج مري ما يروح بنادم زقروبا امري ما تروح بغياريف تفد منايني يعني انتقل من السيء الى الأسوأ وما نيزي الستينات والخمسينيات انت يعرف تعك بغذفة وقاق باش سما نعذو غالموضوع قام انا يد المقدمة وها نقى انه من بين المسؤوليات الاولى طبيعة الحال عصابة تحملت ولكن اسبانيو معليك وتجي اسبانيو إيري المغيب وزن ما خي استعمار أرامي غازين الريف غازين المقاومة الريفية غازين عبد الكريم غازين مجاهد مرة عاد إيكاد كشنا الريف المغرب قاقبر واخي زمع المغرب واخي زمع شا واخي زمع شا ولما عاون تخا خمسة ما ستة دول في العالم باش هاد غدر تكميش تقانسني ريفيا ما مش غايق السلطان علوي والنوم يلقى بوعبوض والنوم يقان يوسف بوعبوض ام جس غايك ما مش غايك والني غادي يستعمى خاري مينزي مينزي ما سوز تشبه شمررني ما جس غايك كذا بوعبوض ولكن ارمي فازين اسبانيا دي فرانسيسن دي جرانزيين دي ليمانيين صار اجل غزة السماء ارمي دق دق نسمى غضرن تسكورشي عادي ديوسا السلطان مولاي الشريف يوفى يعرفي روراي من عيدي نش كان تداري فيه قريف المغربي ونهارا نفس الشيء تروج انت يوم يقال المجلس قال المؤرخين زيسن علي الادريسي على زيسن محمد اونيا محمد مزيان ميس ونوم يقال يقين بين قوسين الثورة 58 59 يا احمد الطاهري هنا مرة تلاحن دي طرح تزوير التاريخ وثاني تجاريمة اخرى تنضاف الى الجرائم ترتكبن علويين دي سبونيا لحد النغنيت معنا دينا وميقاني ريفيين بيولوجيين تيشنفوس الاستعمار قن مر الملامح تفرس انتيذت ذكم زروي نعرف مغا فقط باش سما خاص يا رصيد محمد علوين يخدر حسن السفاحه يزاوميتو غيدا والموضوع عوان نيغون في ذكيش التدوينه أغاز دنعق غاخس نسيور بتفصيل مفصل ينومي قال المؤرخ الناربط ينامت نعار سما قصة نسني مقورة أتواري قبنا قوارة 70-80 وستغيمي والون تعالي سخارق من أجل ماذا تسخارق
ما يمي تحشم خوم الزروري باش تينيم خيريفيين ديمغرافيين ايهم بعد قوا نزربوا الاهتمام زي الدولة ومثمورة قوا نزربوا المعامير الشركات من داخل الدولة المغربية يا سيدي ديمغرافيين يا سكر 1956 للمغرب قد يعري من زيت نزرع من داخل الجوايدي والو خلني غوم انا اني يعني الخراب يتكمر يطع الزيوطة واخا رخو ذاني تام ارخو اغا يدفخ ذي الموضوع تبارك الله 24 مينت الموضوع مين يعني نهار بتاريخ 5 ذي 11 يعني نهار 12 7 ايام زقوانيا استقبلت رئيسة البرلمان الكتالوني السيدة لورا بوراس استقبل وين استقبل استقبل عبد الكريم الا استقبل جمهوريين ريفيين الا استقبل التنظيمات الجمهورية الا وين استقبل وفد من الكونغرس العالمي الامازيغي تبع كيدير سرع قار شوي شوي باش تفهم في مسرايين ماني قعد ماني خصا خصي وظنينا يتغير اخر خو ظل عصابة على وش ماني خصتو يوا تلقى المساومة في القضية الريفية ذا المصائب يكثن يتعانى ريفيا يتزد العصابة على وجه تسترزق وتزيد الجرح جرحا واخا من يوقعنا يثما النيخ فمقرنة البرلمان الكتالونيا هنو ميقال لورا بوراس أتستقبر بين قوسين يجل الوفد أحقاق قانسن الكونغرس مونديال أمازيغ الكونغرس مونديال أمازيغ ويجيغ ديج المنظمة وهمية أكتب فصل العصابة على وش ذو خنوش الهمة يتحش خسن ذيني سم وذيس واحد ذو خمسة سن فاميليا مشان تمزيدة إذا من عنانينا يستقبل ممجس قال رئيسة البرلمان أتستقبل واحد والنومي قان رشيد رخا الريفي البيولوجي أتستقبل أمينة بنت شيخ إيجان تمغى في الناس تسوسش تبع كثير مليح شوي شوي رشيد رخا لا علاقة له يقعرف لا علاقة له يقعرف نهائيا ربما الشيء الوحيد يسور تعرفش رخوك يسور تسوسش واحد نغوم ثانيا النوم قال أمينة بنت الشيخ أمينة بن الشيخ طمغات الناس تسوسش زقوا قادير ويدي السيد في ناسوسي زقوا قادير غالقضية الريفية غالغازات السامة ما العلاقة إذا رخوت فهم من العنوان الريف جا رباراني ذي الريفي الخائن رخوت فهم ما يمسكيخ العنوان الموضوع أنكم مرورن أمينة بن الشيخ تسوسش الطرف الثالث قناة سلوى الغربية سلوى الغربية جيش نتاع الزوز نتعمق مين تعنا مجد كاويتي دي جي نوض غشان المعلومات انت تخرق دي طنجة تسد دي التسعينات غكاتالونيا نهارا قطع عضوة ذي البرلمان الكتالوني خل حيسبني خل كتلة نيوم يقان معا من أجل كتالونيا انت تقابل لي تفتخر إلا التمغربشت ثو ذفغ البرلمان دي 30 يناير 2018 سلوى يوم يقان سلوى الغربي نتاث الدفاع زي الموالين يتخسن العصابة تعالى وشت وتمثال اللوبي للعصابة على وش داخل البرلمان الكتالوني واخا ما مش النيخ تعتزوا سالمغربية الناس وتعتزوا سالمالك الناس وتعتزوا استعجنت من الاستعمار المغربي طبيعة الحال باش وانتهم حد باش وانقاب وش انحاج توجيبوا التنين أكني ونجي جو فوتو الناس لأنه غاه بور وقت
باش هذوما تساعدو خيج التسجيل ايج الحوار الصحفي ثقيل، ولكن على الاقل تزار ايج نفوتو الناس سواي في فيديو الحوار اللي تلقى اقاومت تمني خذ يريت ورم مليح. ثاني تا اكش كثر حف يوبندو الاستعمار المغربي، ثاني تا ومقال سلوى الغربية. اذا ايثما دي اسما ثلاثة الاطراف ثلاثة مشبوهين ثلاثة خدمني الاجندة الاحتلال اعلوي وسيندغا كاتالونيا باش تقدمنا على الريف على اساس الدفاع عن الريف امجز تقي ويكني ويفوضوا ويذوم يكشي ندفعوك التزيزة ويذوم ينام الثلاثة مخ. اذا نهرم نسجوا الاحداث نكمل شوي 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 لأن وريد النخر خو عادي قاعد ومشى الناس. إذا الوفد دواء ميخفي السور السور خل جرائم محمد على ويد قريفية إلا يجبد الموضوع نابع عثمانيين ديني نضرن الدان دي عبع عثمانيين يقنغر حسن يزع كذلك إلا يجبد الجرائم محمد الخميس ذي 58-59 كذلك إلا. اذا من غادو سنين البرلمان الكاتالوني ما المهم ما يسني وكشر مخزن المهمه هو ان الوفد و اثار قال اثاره في مساله الاعتراف تبع كيدي مليح الاعتراف بمسؤوليه الدوله الاسبانيه واصلاح الاضرار الناجمه عن استخدام الاسلحه الكيماويه اثناء حرب الريف. هذا زد نعاود ستمازي اختيايت مثلا خويا فهم من بوط عرف نيغوميين ودوسين شاب باش هاد السيور ندير حسن ان غيني ريفيا وراضي محمد السادس يتشمضني ريفيا لا من غادوسين وسين دغا كاتالونيا باش سنين اي كاتالونيا خصها تقد الاثار الموضوع الغازات السامه ارها جيزي وكثيني ريفيا 1923 الى غايه 1926 كسابقه ذي التاريخ الانسانيه وراضي جدي العالم وتيكي اول ويتغيقن هما الاعداء اينا فرنسا اسبانيا المغرب وكثين عرفس الغازات السامه لانه معليك وكثين عرفس الغازات السامه يري وزما غدر الجمهوريه يري وزما غدن الاصر الرئيس الجمهوريه محمد بن عبد الكريم الخطابي. اذا اذا اينا صاص الموضوع هو داخل أروقة البرلمان الكاتالوني تقدم سن ثاني تومي قام سلوى الغربي جا النائب ذي البرلمان باش تقدمنا الحركة الملف ولكن على المقاس المخزني المخابراتي ونهار غاسني جن لقاء نغني في سيمانايا في مدريد على نفس الهدف. إذا دانيتا خميت أحد مثلا غرشيد رخا من دي تاري دي الفيسبوك الناس تويتر الناس هذا اشتغير نيشان يوذنينا يشقاثنا عريف هذا اشتغير نيشان يوذنا وسيند باش الدفع عن خارف وهذا اشتغير باللي الكونغريس هو يويد جيني جان منظمة وهمية تهزوت قرد الاعتبار لساكنة جمهورية الريف اتوقثنس الغازات السامة المحرمة دوليا من 1923 إلى غاية 1926. لكن السؤال المطروح أسقسي من يعني هو واش نيشان رشيد رخا ثمغاثنس أمينة بن الشيخ تسوسشت تنومي قان سلوى الغربي نيغون تمثل اللوبي الاستعمار المغربي داخل البرلمان الكاتالوني واش نيشاني وذناينا يشقثن الإنسان عارفيا واش زعما أعزون رد الاعتبار الإنسان عارفي وأعزون كذلك أتحمل المسؤولية لأن جيش المرحلة قبل 100 سنة
وكثينا على الريف الغازات السامة. واش دمانا يا نيشان يعزوني ودانا نيخ دشان حاجة النغني مانايا ظاهريا ولكن باطنيا دين تيمسرايين أخطر زي مانايا. لكن قبل ما نجاوب خو سقسية هو لابد أن نطرحي جن السؤال، مين يعني؟ مين يعناني وذانا؟ مين يعنى رشيد راخ؟ مين تعنى ثم غاثنس أمينة بن الشيخ؟ من العلاقة غاسن إقل غازات السماء ذا الريف عموما؟ رشيد راخ معروف خاس من يقاري في النيس يتعرف دي الجريدة النس معروف عنه موالاته للعصابة العلوية، باختصار نقطة نهاية الرجوع إلى السطر. رشيد رخا ذا شكام زك شكامل من الاستعمار المغربي، وزما خذينيخ ذي جو خماس زك خماسن النجم قزين قزين العصابة العلوية يوم كان عزيزة خنوش. عزيزة خنوش إكجان دي جي دي سما دي جو هكا محمد العلوي رشيد رخا تمغاث النص نيثني أصلا دي سمغان نرخا عفوا دي سمغان نسيدة ومي كان عزيزة خنوش يعني وخذوا السمغي العبودية ليس الدرجة وزما تريد دي سمغ محمد العلوي بشكل مباشر ذني وذان دي سمغان ان سمغان محمد العلوي مثلا لم إلياس العماري تغد دي سمغ ان سمغ محمد العلوي مقان علي الهمة وزما يري ديريكت دي سمغ محمد العلوي لأن ذين درجات ذي العبودية حسب السلم سلم العبودية على سلم ريشتر العلوي واخا نكمل ورن انا اكد من نقايا مو باللي باش وان السوير شا سما كلام على عوائله مش قالوا عربان ذي العدد 248 ذي الجريدة ومي قال لوموند امازيغ اي سما اغاث جاك فوس من رشيد تمغاث نسيج رئيس التحرير المدير العدد 248 اشهر 9/2021 يقى سيدوا نيختنا نيسن يقاني يسمي المجرم أخنوش بأمغار أخنوش. ما معنى أمغار؟ يعني ذم قراني مزيغ ويسيوكشين الصفايا وثيا شحن باش هذيري ذم غاي مزيغ بدش كذي يخضانا السي رشيد ما تمغاثنش ويخضان السيد هو أذيري ذم غاي مزيغ باش وانتهم حد أمر بدا أتزاب ستيد طوين وموهان الشين خان تويد الأدلة أقومها والسير خمال زماء توارم وتويري مشا ولكن يمكن توارم مو ذانيتا رشيد رخا ذي العدد 248 إقا الأمازيغية ثلاثة تنقيذين هل هي ملف استراتيجي في نجاح أمغار أخنوش تبع كيديس وشوات أسرع قر وانس غيو وانت الزيف وانت قجيق جير التزيرات الشين غا نخر وقت ما يكفي إذن الشين سن إلا أخنوش ذي جي نسمغ زيك سمغان محمد علوي ذي جو هقا زيك هقان محمد علوي ذي جن ذي جو خماس زيك خماس محمد علوي ومحمد علوي قد تضعرب يوز زي السعودية زي الجزيرة العربية زي الغوزات العرب ما يمتقاخ زي الغوزات العرب لأنه والخطاب إنه مقال حركة الأمازيغية إتو غين عتل العرب بالغزات
نهارا وكي من شوى عرب عند الغزات محمد علوي وكي مشاد الغازير إذور محمد علوي ويدافع خد مازيغ تتي الشوم ذين عاشين أخا كنو ذي المعهد الملكي ثم غاد نشتغب ذين عاشين زي المؤسسة الملكية تقم دوينة الأعداد خاصة خوخ النوشي جان دقزين زين محمد علوي. إذا دانيت السؤال السي رشيد الرخا من يعني قابل لي أخنوش ضمغة من يذو فيه شكام غاية قروكو أم جستقي أمغا يتقروكو ومين يجن ضاع عرب قال اسم محمد علوي مسألة ذا وتجيبو نورمال أمغا مشتق من كلمة يمغى كبير كبير القوم الاحترام ذو قاد الشرف ذو الكرامة واش كتواري ذي اللي ذا خنوش ذيس المواصفات ممغا واش خنوش غاس الشرف واش خنوش ذيس الكرامة نخاس الكرامة واش خنوش غاس عزة النفس أبدا. إذا ما يمسقاد شك يوخنوش أمغى أنت يتق الركوع ذليل منحط محمد علوي ومثقام كنيو العربي الغازي تغد حشم خانخ قام نخا عرب استعمانا نخ قوسين زي السعودية وسين سرحفا خير غمان وينخ ثموان نهارات الشمس نيت تموان نخت الشمس نيت رحق يوعرضهم يقال محمد علوي باش هذه استعمال مواضي مزيغا بمباركتكم كني يقال باللي زي الحركة الأمازيغية إجان من بين أولى المبادئ اختبنا هو الرفض الكامل لأي عربي هذه استعمال مواضي ولكن هذا محمد علوي وخستي ومشا واش محمد علوي ورد مزيغ ودنا عريب ورخباني يكما ويحكم سي زرفاني مزيغا ربما وغاخ ورخبان واخا باش وانتهي محد هذا هم دلوك شي جوفوتو واني تتعلم خاس ياك سيدا ودا بيقين الركوع عوات السنم اني خوات السنم شا طابي السنم واخا لو تاني جوفوتو نغني سيدا ودا بيراد ودا عقرم ياك أجينا يقر ركوع محمد على ويدوسين زي السعودية رخو يقر ركوع الملك سلمان يقجن زي السعودية دع قرب ثنير واخا إذا دانيتا نقا كيف يعقل إجن قامس أمغا يقر ركوع على ويد العربي تبع كذي يروح السعودية جيج الموقف ذليل منحط باش هذي قركوع ومير يأبو المنشار ونين غين جمال الخافي شقيني ولا ممجز قاني غاصة زديد تبع سرع قر باش تسلمي وذانا مين عنان ويني السجوان اذماني الجوان واش نيشاني وذانا يشقاتنا الريف واش وذانا شقاتنا القضية الريفية للغازات السنة واخر ثم غادا أمينة بنت الشيخ نغام تتجد المديرة جاردة العالم الأمازيغي كستادن زي التمنيات الدارائي ببوبريا خاصة نحن جاني مزيانا نتمتان دي أنفقو رخوكة قاعد تسمد واتي فنورة ذاك الشوضن إغاغة السمون شم أمينة دوايا زنم استفادن زي التمنيات الدارائي ببوبريا نحن جان أنفقو واخ أنتاث زقوذاني الطلبن بمغربة الأمازيغية تمازيغت كسناس طبعني الراديكالي المبدئي المواقف ثم صحنون ظنت غضرنت خو عدي استذور تمازيغت تدافع خل العصابة العلوية ذينا إسي سروسان المبادئ الأولية إسورة في مزورة ذي الاتجاه وما يسمى بثمغربيت ويتبنى تحتو النوم يقال حمد عاصيد
فمغربي تثا ما يسمى بالأمازيغية أتيسو يا محمد علوي من طنجة القويرة. هذا المبدأ ينوم قال حركة الأمازيغية باش لا نعمم سكولشيا إلا ولكن الوجوه البارزة دي تفون دي الإعلام الوينات هنا مرة خدم الأجندة المخزن المخابرات تسمى العصابة تعالى وشت أو أمينة بن الشيخ تغتعز وتقدم الانتخابات البرلمانية يحشي يستخنوش أرمس قيل إشهار ومن بعد داري تغل مزبالة يحشي يست ولكن وذا يسنبو إذا من وذا يسنبو النفس وقع يحشي يست تيو الشغس ديو كشحاش السيارة تسمح دي كوش أنكم روار نخيف ما ذي السماء أنا عقب غا السؤال إذا أمدك شيخ قبل دقائق من يعني واش نيشان رشيد رخا أمينة بن الشيخ السلوى الغربية عزون رخيا يعرف بنادم عارف باختصار شديد الجواب خسقسية بالطبع لا ثم لا ثم لا ما يمي من زي أذمونين استرتا بدون استثناء أذمون المخزن وجوه مخزنية تسعى تكثي زمة باش أتسمى أتكشجن تشوني يوذم للعصابة على وشت والدفع العصابة العلوية وينا مرة استفاد من أموال العصابة. إذا مبدئيا عماصة ديال العصابة ديني والسابحين في حمدها عماصة خصنا الريف عماصة دفعا ختمواتنا الريف في القضايا الريفية. إذا السؤال ويستنين من الزنينة زي الملفة والغازات السامة ما ريو ذانا نسبيني ذنبي الدليل والحجة باللي ذي مخازنيين باللي خدم العصابة العلوية باللي استفاد من ست منيات زي العصابة العلوية. إذا السؤال يطرحني في الناس سيخ في الناس من عزونينا من تعنى المهمات وذني السكن ذمين ذني السكن ذمانيا إغا تسرم رخو ذو قواروا ذي التحليل المتواضع إنك الجواب خصقسي وين يسخدامن دما يمي ينسخدامن إيو ذانا ينا من قين ينا ذي جن ضربة استباقية من أجل تمييع موضوع الغازات السامة نهار الموضوع الغازات السامة إذ يكثيني ريفيين وقرفو 923 تساوت إتغيما ديج الموضوع حساس وخطير 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 أكرر الموضوع عن الغازات السامة إذ يكثين إريفيين جاع 23-26 إتغيما ديج الموضوع خطير وخطير 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 ما يمقى خطير وخطير وخطير أذوب ذي دينيغ بعد قليل باش نخو أنقيم ذي التحليل وسقسين ويسقعنينا ذي ما يمير يعزو اتبنى الملف من الغازات السامة نيغ ضربة استباقية باش ذميعا الموضوع عن الغازات السامة يتعتبر ديج الكابوس مزعج الاحتلال علوي لان الملف الغازات السامة مرست ثمانتي ريفي عن طريق تنظيمات ريفية عن طريق المحاميين الريفيين محاميين دوليين فقط القضية الغازات السامة تشدس الشرعية اعادة الشرعية المطلقة إياها الريف ويزمى الملف وأذيار في دقيقة واحدة باللي نعرف مستعمر من طرف
المغرب وإسبانيا. إذنينا جن ضربة استباقية بشر خاوضن ثيوريقين، وكذلك بشر جن ما يسمى بالإنقضاض، يعني الطفل الموضوع وأستسيوضن العصابة، وكذلك تحوير القضية يتا عن سياقها التاريخي من الزمارانية. كذلك وأخيرا وليس أخيرا خلط الأوراق. نهارا خني غاد غزادا مظاهريا وثام دوالو رشيد رخا يخدم الاستعمار مغربي تمغاد من 66 والسخميس تكاتو ست السوار خارف تازوت تسمى تحاكم اسبانيا باللي وقتيني ريثيين سلغازات السم. ولكن السؤال واش اسبانيا وميث قتيار ريف صارغش واش تقتيت صغاس نيخ يشاش كيدس المغرب. وسؤال خطير واش اسبانيو وميو كثياريف صارهاش بالغازات السامة وذونيت السيبان عرا فهراش الكونسيري جاند غريفيين السبب من بين الأسباب هو السبب نارهاش. واش اسبانيا تيار ريفس الأطنان الغازات السامة واش تكثيف برما غاسيري الالتزامات الضمانات من طرف العصابة العلوية في شخص منو قال يوسف علوي باباس محمد الخامس علوي. وهذا السؤال جوهري ما رنفهم يوسقسية ما رنجاوب خاس. ثم إذا عرف السبب بطل العجب أتفهم في مسرايين سكوشي أتفهم ويكس كن راخا ما يمي روح بالضبط غا كاتالونيا ما يمي تقل مشاكل إسبانيا أتفهم في مسرايين وبطبيعة الحال أتفهم وبكل بساطة قاخ وسقسين واش اسبانيو فرنسا وميو كثينت اعريفس الغازات السامة واش كثينت بامرهم وها ما بتواطؤ من العصابة العلوية. طبيعة الحال كوريج من غينيا ولكن نش اذو منيخ وميو كثين اعريف صارهاش تغذين توقيع مشاركة تواطؤ السلطان أعلوي والنوم قال بعبود يوسف. طبيعة الحال وجبون السور وها ولكن أتسرم المراجع الأدلة تثبت أن الدولة ما لازم معرنيني الدولة في الوقت النهي أن الدولة العلوية شريكة في الجريمة ومقام القصف بلاد الريف بالغازات السامة. خو أذوم تبنت سواء كتا أتفهم تحركات السيدوى ومقام رشيد رخا تمغاط المستنية ومقام سلوى الغربي واخر المرجع مززوارو إغاد سرميت مالي السماء هو ديج الحوار سلمناسبة تقادس الصفحة اللايف أنتويربن وتقادس ثومات منير إجاكي ذي تزمات تيم قرانين دي المراجعة القادس المرجعة مزوارو من يعنى هو ديج الحوار إجيد المؤرخ البريطاني والنومي قان سيباستيان بالفور. سيباستيان بالفور جان أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة لندن كيج الحوار إيجيج الجريدة قان الجريدة العصر العدد 217 إيجيج 5/7 في 2002 يعني تقريبا شي تقريبا 20 سبوسة زكامي إيجا الحوار ونيتومي قان سيباستيان بالفور
ميني قصيبة ديال المرض؟ ميني النخل موضوع عن الغازات السامة؟ أتسر حرفيا أخوم في دغاق استعرفت ومن بعد أثنتو عجم غات مازيغ تيايت مثنى إيوا يسينين بو إتعرفت من يقى؟ يقى علينا أن نتذكر أن العديد من الجنود ممن كانوا يتلقون الأوامر من السلطان المغربي كانوا يحاربون إلى جانب الجيش الإسباني ضد المقاومة الريفية. ويقع أتأسف كثيرا على التزام السلطات المغربية الصمت على هذا الموضوع. أدن تعجم أوروا استمازيخت يقع علينا أن نتذكر إخسنخ وانت تشاهد نفكا أن غطاسن العسكا تغاك سند الأوامير زي السلطان المغربيين ذي مغربيين تغات حاربن خوغزديس وسبانيو كونترا المقاومة الريفية. ويقع أتأسف كثيرا يتقسير حار أتأسف أمير السلطات المغربية تلتزم الصمت ذي الموضوع والخطير ما مش تسمى إذا نيت ما بيسمى ماشي أعلوي يوقع نيخ متواطئ إجمين جو سبانيو فرنسا دياري لا إنما شريك في الجريمة رعسك مغربيا الجنود المغاربة تغورني ثني الشاثنة قاطس ذكريفيا أذني تنقرس السعى للإدريسي إشي قان قعبد كريم تغايا الزوغة ذيك الدولي الدفاع قعالوي نقرس السعى للإدريسي كيف يعقل الجد دفاعك كيف العسكات القط واش يقبري ترع قرثا واش غاتش المنطق غا المنطقة ومقان المنطق العالي الإدريسي ويخت بوصة ويخت تحشم ويخت تيرا ما يكدب ذاني تيقار باللي العسكري مغربيا توغان قنقريفيا شك قارن قيريفيا توغاد دفاعا خو علوي من التناقض من ثبور يا من يخارقنا غير كسان شو صاحبي سدحة صاحبي سدحة 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 ثيك الدبن أشميت أكوباردي أكوباردي أربع ألف نرعس كاي مغربيين يكشاشن نهاو متهجم فرنسا اسبانيا خاريف قوارفو 1926 وشك شخصيا تنيت تنيت ذي الجزيرة الوثائقية كيف يعقل عارف عن 100 ألف الناس كان المرتزقة المغربية وسند أضغ ميري فيه شكل قيري فينا الدفاع خو علوي ويخت خارق ويخفت بوصان ويخفت حشم اكو بعضي اشبيت واتسلحي مزيد التاريخ ورزق مزهول مقابل ماذا تسخارق ما يمي تسخارق اشكوش انت الدا في الفيلا شحال يسال عيش دي الفيلا اني مليون سنة أشوش 5 مليون إيش هايون بعد قال كرامة الشرف لا يباعان وزمان تصف ولكن كني وغوم للكرامة للشرف وذعريم للكرامة للشرف سر مليح سر يعرفي سر سر يعرفي شقان قنطة مغربي
يتفتخاي لان انت ده مغربي المغربيين دي اثنين يقعونوا فرنسا اسبانيا باش عشان غن باش اشوف نصار هاج سلغازات السامة. انت قل غيج المرجع النغني مين يعني هو ذي مجموعة الكتب ثراء ماريا الروسا المؤرخة الإسبانية وغيس المناسبة غاسنين كتب خارف إشقانس إسبانيا والريف أحداث تاريخ شبه منسي الكتاب ويسنين قانس عبد الكريم الخطابي والكفاح من أجل الاستقلال فقا أن المغرب وإسبانيا متساويان من الناحية المسؤولية التاريخية من خلال استعمال الغازات السامة في حرب الريف واسرى رشيد رخا سير عز مازمي مجنش عزر واسرى وني وايد سلحين سير سير واسرى وني روحني عزو اسبانيا ستكشتين عاشين سير ميني توقيعين سير واسر من تقاماريا الروسا قد قيل كيس تسواد دي مدريد قزريش روح تسواد كيس باش كشان تصريح عشتيني قا عم تكريم ويجيبو الدولاني ما المانا يغي ومي الدوريذني مين داس تقاماريا الروسا ماريا الروسا تقابل لي المغرب اسبانيا متساويان كيف كيف ذي المسؤولية التاريخية للغازات السامة ما يمي ذقايا ورا مين زي ستنين المجرمين ستنين غينيريفيان ولكن ما يمين هارش كتاع الزوذة تكسد ما يمي تاع الزوذة تكسد المسؤولية خل العصابة العلوية ما غا ما يمي إذا ما يمي اتهام اسبانيا تحرض بخاس في المقابل ميكر خطواتو العصابة العلوية ذي الحرب ما يمي ما يمي ما دام المغرب ويش عشا ذي الجريمة ما يمي ويتا التعويض مش نسلي الله العصابة العلوية ذي النظام يتعيش ثو الثراد الابتزاز التسول ذي العالم تتا واش الفرصة غامثة غادي نضع التمنية الغازات السامة نخجبر الضرر ما عليك ويجي شارك ذي الجريمة ما يمي المغرب يسقع مصر ويتا الملفة أضي عظم الملفة إكسبانيا سيني إغصة عوضو قضم غذائي بين قوسين إمغربيين ما يمي غراش إدراكا المغرب يوجي غادي السيور خل الملف الغازات السامة يوجد يعظم الملف إسبانيا ما يمي مغا لنفترض المغرب ويش عشاني منايا واش دين شن 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 مقال شن شن كلمة نشو مغربي دير وقت النيني غل السلطان علوي يدين استعمال الغازات السامة ضد شعب أعزل واش دين نشا شن المقولة شن تصريح شن الخطبة شن الرسالة شن الوثيقة إيشتن تعود إلى السلطان يوسف علوي من دايس دي الوثيقة يا يدين استعمال الغازات السامة ضد شعب أعزل مرقت ذني غسي علي الإدريسي وشختي ذات نغا قشك المؤرخ السي أحمد الطاهري موني وين أبنجس قال محمد أونية محمد مزيان هولندا مرادين شال الوثيقة قابل لي السلطان علوي وسي عجيب بورحار وميتو غنقني ريفيا إيجان ديم سرمن وكني وثقامتو غدفع عن خاس مرادين شال الرواية مرادين شال التصريح مرادين شال الوثيقة ويشتن والله ما نعزلخ والله ما اعتزلخ زي اللايف بالفيسبوك والله ما تزعم غنبوبي صاصة نغديش إجن الدليل إجن إجن الدليل أي كذاب وذي نجي شاه وذي نجي شاه وبالعكس نثني شاه شندي الجاري قبل ما نكمل نعو مثوضة ثم مثوضة الجمهورية يا نعم مثل الجمهورية الريفية من يجا من يجا السلطان علوي يرو ويروش
يقصص الحرش تو النيري فيني موثن الله منيكا اسكتبرت يبارك للمستعمر الفرنسي والإسباني يقارس مبروك خوم انتصرتم على الفتانين أذوا ذي الرسالة إيسك والني ومقال يوسف أهلوي استبرات الجنرال الفرنسي يبارك له انتصار فرنسا وإسبانيا على الثورة الريفية باش واختهم بالافتراء والأكاذيب أكني ونج أطغى ما تسرم ثبرات إيسك وثبرتا نشرت ذي مجلة أفريك فرانسيس جوان 1926 مباشرة أواني سقوط الجمهورية للاستسلام عبد الكريم ذي شهر 5 1926 يعني ثا تسد بأيام 26 زي 5 يستسلم عبد الكريم ثاني تا ذيس جوان شهر 6 1926 يعني 5 أيام 6 أيام مين تقاتبرت سر ملي يعني يقاد يس شتايت سي قونت يقاد يس حرفيا لا ننسى برقية تهنئة السلطان يوسف للجنرال الفرنسي النمقان ستيك عندما قضوا على المقاومة بالأسلحة الكيماوية حين قال استبرت لأن استبرت الجنرال يارا استبرت والنمقان يوسف علوي من دي سيقا إن برقيتكم قد غمرتني بالسعادة لأننا نرى في الحدث نهاية التضحيات التي قدمتها فرنسا والمغرب من أجل الأمن وعودة السلام بس المتقاد بريتما والسلمشا غير فيه أعالي الإدريسي أحمد الطاهري أمحمد هونية أمحمد مزيان أرشيد الرخا أمينة بنت الشيخ أسلوى الغربي ما تسلمي تقاتبرا تا ما واتسي نمشى وضاب بفهم مثل عرفت سكورشي ما مشت والو تابرا تا اسكيت يوسف علوين الجنرال ستيك يقاد يس قتابرا تنوم غمرتني بالسعادة صفحة يطا عمارينو صرف راح ما يمي يوسف علوين لأننا نرى من زين توارع في الحدث إسقاط الجمهورية نهاية التضحيات العسكر الفرنسي ديوسينا دنغنيري فيان إتوارع التضحيات التي قدمتها فرنسا قدمت تضحيات واسر مليح يعرف يسر مليح قدمتها فرنسا والمغرب من أجل الأمن وعودة السلام إذن توارن عبد الكريم للدولة الناس عاد لا أمن ولا سلام ومن بعد تزد السي علي الإدريسي يقارش قاع عبد الكريم توغا يعزو هذيك الدولة المغربية ديار السلطان علوي إذا تينا أسئلة كثيرة وكثيرة ونش سنخي اللوز ما أنت خاز تجاوب راد السراخة راد تمغاث النش راد سلوى الغربية إذن من تعزون كني وزيمانا يمارا تعزون أتقم الاستفزاز إسبانيا وذي جن بروفوكاسيو إسبانيا على أساس قارس المغرب
قان شوي وجبو الدولة قينا هذا المجتمع المدني أزم في الطوين شي يعرف يفهمه ما مشقو عن تمسرايين يتراح السي رشيد الرخا بحكم دار رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي. إذا ويتمثل بودو لا يتمثل المجتمع المدني، يتمثل المجتمع المدني يقارس إسبانيا المغرب قنش وغايبين غك قاين هاد الشعب قاين هاد الريفيين قاد عارفي بيولوجيا يا زوثا صغار نتبوها الناس نشواني خوالو ويكيخوال. إذا وهذا يجن استفزاز واضح تقيد المغرب إسبانيا عن طريق ينا الخونة ينا الأزلمة ينا إخمسنا ينا إمعاشنا ينا إمتعنا ينا. إذن سلمناسبة يجن تبرات البرلمان الكاتالوني قارس سانيتا البرلمان الكاتالوني قيني قوات مثل بوياري يني استخدام مثل العصابة العلوية باش يصفى حسابات سياسية وأوراق خلط الأوراق الدولة الإسبانية خاصة منغط جارة ومجتع الريف في رقع المغرب أسبانيا خاصة الشمايوية الجثة الريف في رقع الريف ويقيم بوذا يجير الريف غاسي وذنسي خاص غي السوران إخاص غي دفعان إخاص غيرون وذين ولادي جندي العالم يزمع لي السور نيخد يمثل على الريف وما رات وهامم انه تسوسشت نيخد طمغرب واش نيخد على الريف بيولوجي يوسد باش هذه السور خريف قاغاس خسئتم وخسئ مسعاكم مشقان وعقبا وكنيو الى الجحيم اخنوش الى الجحيم العصابة العلوية الى الجحيم واسبانيا تتحمل كامل المسؤولية لمن يتوقعنا ممارة ختاما عرف غاستا والنس أذني ذني إغاية جا أرحق السور خارج ذي مخنبر نعرف ويتغيما وحواس مغربي جزء من كل الجرائم إكين خريفيين زبقار 1921 إلى غاية 2021 والعصابة العلوية جزء من المشكل ويدشد جزء من الحل وعماس العصابة العلوية غتريد الحل في القضية الريفية لأن مارة من تكن نهار خارف ريفيا إلا وانت في العصابة العلوية تحمل مسؤولية وغاس دايس فوس ذزيرة أور خارف من طرف ربارانيا إسالة باش نطاعي شن الجن إسالة ويوارا مكارو قاغاس إرخا تمغاط الناس بالغربي مارينا إلى الجحيم إلى الجحيم كني من عصابة الوام دخل نوش الوام نوض غون كارو من بوضع مهم الصراحة السنخشاع موضوع هو حغيه وين الوقت مهم نسبت نهار ذني الصراحة لجع البركات ساعات من زيو الاثنين ان شاء الله نختار غاخيج اللايف المغني يتوما تريدوان سوينير ما عطين دي السيمانة وخا يمكن نهارا وزجي ونمشى ولكن أكيوم بنعقب جيج نساعة تونس نغني إن شاء الله نها مار ثنين مار ثلاثة غتفد نعلن خمر ميسو إني نتجاك إني ويثما دي السما دي أخطوة المم
في ثو ذاتي سبحان يشنان تمني غو مار من سبحان ون سيتي موام ام كارون ايمالاس اشوع صحاب ذرهنا تشوني ام سيقان خكيه هم الجيري مارثنين مدرثا ان شاء الله ارنها النير جاك نيو ذي رمان ذرهنا اتقدم.